نعم ست أمل، أسعد الله مساءك أنت ومتابعيك الكرام. في الواقع إذا ما تتبعنا شكل العملية العسكرية وطبيعة القوات التي تقاتل في هذه المنطقة، نستطيع أن نجد أن هذه العملية مشابهة لعملية الدرع الواقي التي وقعت في 2002 في مناطق الضفة الغربية، ويبدو أكثر أن هذه العملية يهدف منها قوات الاحتلال، حتى لا أكون بعيد عن سؤالك، يهدف إلى تحقيق غايتين. الأولى ظاهرة وهي في المستوى الاستراتيجي، وهي تحقيق التفوق العسكري واستعادة الردع في الضفة الغربية بعد أن تهشمت صورة جيش الاحتلال عياد المقاومة في قطاع غزة. والنقطة الأخرى والأهم أن جيش الاحتلال على ما يبدو أنه يسعى إلى عملية تهجير لأهالي الضفة الغربية والدفع بهم باتجاه المنطقة الغربية من الضفة الغربية. هناك أمر آخر، أن الاحتلال يريد تصدير الأزمة، وهذا الأمر غير معلن، يريد تصدير الأزمة الداخلية التي يعيشها الاحتلال، وهي الأزمة السياسية والأزمة الاجتماعية، وتصدير فشله في قطاع غزة من خلال القيام بعملية عسكرية في الضفة الغربية، لعله عسى يستطيع تحقيق إنجاز يمكن من خلاله أن يقول الجيش الاحتلال أنه حقق إنجاز ما بعد كل هذه العمليات والفشل والخسائر في قطاع غزة. بحسب ما نعرف دكتور من معلومات، أن بتئيل سموتريش هو المسؤول عن الضفة الغربية، وهناك نصف مليون مستوطن إسرائيلي موجودين أيضا في الضفة، وبن غفير هو المسؤول عن تسليحهم. إذا ما تحدثنا عن هذين الشخصين من اليمين المتطرف الموجود في الحكومة الإسرائيلية، إلى أي مدى اليوم بنيامين نتنياهو هو متفق مع هذه النظرة لهذين المسؤولين، هذا اليمين المتطرف، وربما إلى أي مدى هي تعطي مؤشرات على عدم رغبة إسرائيل طبعا وعلى رأسها بنيامين نتنياهو بعدم التهدئة وعدم الوصول إلى أي وقف لإطلاق النار أو حتى صفقة معينة؟ أمل، حتى أستطيع أن أجيب على سؤالك، فقط دعيني أوصف شكل القوات التي تقاتل في مناطق الضفة الغربية. من يقاتل الآن في الضفة الغربية هي ليست قوات الأمن الداخلي أو الشرطة أو الشباك، من يقاتل هي المنطقة العسكرية الوسطى، وبالمناسبة هذه المنطقة يقودها الجنرال أفي بلوت، وهذا الجنرال استلم في بداية شهر 7 الماضي، وبالتالي هذا الجنرال من اليمين المتطرف، يضاف إلى ما تكلمت به ست أمل من قيادات متطرفة من اليمين المتطرف، ألا وهم زموتريتش وبن غفير. وبالتالي نحن أمام مشهد يقود، سواء مشهد عسكري أو مشهد أمني، يقود متطرفين وقيادات يمينية متطرفة. من يقود العملية العسكرية هي المنطقة العسكرية الوسطى، وخصصت هذه المنطقة لواء فرقة يهودا والسامرة. هذه الفرقة تتشكل من 7 ألوية منتشرة في مناطق الضفة الغربية، ويبدو من تتبع شكل العملية العسكرية أن جيش الاحتلال قسم العملية إلى مراحل، وبالتالي هو بدأ في مناطق شمال الضفة الغربية، بالتحديد في مخيم نور الشمس في طول كرم، وفي مخيم الفارعة في طوباس، وفي مخيم جنين. وبالتالي هو بدأ بالمنطقة الشمالية من الضفة الغربية، وسينتقل على مراحل على ما يبدو إلى باقي مناطق الضفة الغربية. هنا أود أن أقف قليلا وأشير إلى نقطة غاية في الأهمية. نحن نتكلم عن الضفة الغربية، نتكلم عن 566 كيلومتر مربع. ظروف العمليات والواقع الجيوستراتيجي والواقع الديموغرافي للضفة الغربية يختلف عن غزة. نحن أمام منطقة مفتوحة جغرافيا، المقاومة الموجودة فيها تستطيع التنقل من خلال هذه المنطقة الجغرافية، ويبدو أن نماذج المقاومة في غزة قد انتقلت إلى الضفة الغربية، وشاهدنا ذلك من خلال عمليات القنص واستهداف ناقلات الجنود بالعبوات المتفجرة. الأمر الآخر والأهم، أن جيش الاحتلال منذ انطلقت العملية العسكرية من صباح اليوم بدأ يقع بنفس الأخطاء التكتيكية التي وقع فيها ببداية عملية قطاع غزة. بمعنى أكثر، أنه اليوم صدرت تصريحات على لسان هيئة البث الإسرائيلي تقول أن العملية ستمتد إلى عدة أيام، في حين أنا أعتقد بناء على المؤشرات الموجودة أن المقاومة في الضفة الغربية ستجر الاحتلال إلى أطول فترة زمنية ممكنة، وهذا يرهق فرقة يهودا والسامرة التي تقاتل بسبعة ألوية في منطقة مكتظة بالسكان. الميزة الوحيدة التي يملكها الاحتلال في الضفة الغربية هو الاختراق الأمني أو الجهد الاستخباري، قد يتفوق
على الجهد الاستخباري الموجود في قطاع غزة، وبالتالي نحن أمام مشهدين، مشهد لقوات الاحتلال في غزة تنكسر وتهشمت الصورة النمطية لجيش الاحتلال، ومشهد في الضفة الغربية بدأ منذ البداية يقع في الأخطاء التي وقع فيها في قطاع غزة. نعم، صراحة وصف جميل جدا. وفي ظل كل ما ذكرته الدكتور، في ظل هذه المعطيات، يعني حضرتك ذكرت أن العملية ستستمر، أن هناك ربما تنتقل إلى مناطق أخرى، أن المقاومة يعني لديها مساحات واسعة للتنقل، كل هذا أليست هي مؤشرات ربما أن الضفة الغربية اليوم تتجه إلى انتفاضة ثالثة؟ نعم، هذا مؤشر قوي ست أمال. يعني أنا أعتقد وكنا نقول أكثر من مرة أن الضفة على صفيح ساخن، لكن هل يقوى جيش الاحتلال على مواجهة أو على مواجهتين في آن واحد؟ العقيدة القتالية لجيش الاحتلال واضحة جدا، تعتمد على الحسم السريع والردع وعدم القتال في جبهتين في آن واحد. الآن لديه في المنطقة العسكرية الجنوبية بثلاث فرق مشتبكة في قطاع غزة، والآن يشتبك بفرقة يهوذا والسامرة بسبع ألوية في الضفة الغربية. ما تبقى لديه من قطاعات إما من المنطقة الوسطى، إما ملحق بالمنطقة الشمالية أو ملحق بقطاع غزة. إذن لا يتوفر ترف القوات لقوات الاحتلال لشن عملية عسكرية طويلة، ولا يتوفر خيار أو خيارات عسكرية مناسبة لقوات الاحتلال أو للمطبخ العسكري من قوات الاحتلال لشن عملية عسكرية طويلة. إذا ما عدنا إلى نموذج 2002 وهي عملية الدرع الواقي، هذه العملية أعلن الاحتلال أنها ستستمر للقضاء على الانتفاضة آنذاك في 2002، ولم يستطع الاحتلال الاستمرار أكثر من شهر وعشر أيام، واستمرت العملية من 26/3/2002 لغاية 10/5/2002. وبالتالي في ظل كل هذه المعطيات وكل هذه التشابكات، أعتقد أننا قد نرى خلال الأيام القليلة القادمة أن الاحتلال تورط ليس فقط في غزة وإنما أيضا في الضفة الغربية. جزيل الشكر لكل هذا التحليل وهذه المعلومات والمداخلة معنا من عمان الدكتور نضال أبو زيد، خبير عسكري واستراتيجي.